اهلا اهلا بحضراتكم. في وسط احتفالاتنا احتفالات سينا لازم نعرف ان بلدنا كمان يعني الحقيقه بيتبذل فيها مجهود كبير جدا، ومجهود كبير مش بس مجهود احنا بنقدمه، لكن مجهود كمان بنشوف طول الوقت المجهود شايفينه قد ايه، وشايفين الدبلوماسيه المصريه في كل مكان، وازاي المجهود ده مصر والتطوير اللي بيحصل. واصبحت سينا الحقيقه يعني خلينا متفقين، سينا بقت مقصد سياحي عالمي مش بس محلي. صحيح ان الاسر المصريه كلها زي ما قلت لزمايلنا في البدايه، احنا كلنا بقى عندنا ذكريات في سينا. مين مننا ما راحش، مين مننا ما استمتعش، مين مننا ما راحش مره واتنين. الشباب المصريين موجودين في كل مكان، ده غير طبعا انها مقصد سياحي عالمي للخيرات اللي موجوده في سينا. انت لو بتتكلم على سينا في السياحه فانت بتتكلم عن رياضات متنوعه، عن شواطئ حلوه، عن حتى المؤتمرات السياسيه والعلميه وحاجات كتير موجودة دايما في سيناء.